سأل عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة في كده في كده، وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام و في بيت عقلك؟ إيه ده؟ كنت شايفين بنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضرها كده ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ أنت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش أنا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويقعد فيها في بيتي؟ أصل البيت عندهم ضيق. أنت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، أنت تعبتني. قوم قوم من وسط المسوره اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. ما ارميهم في الارض. لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتك؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا يعني انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونة أرحب في الهوا، إنما في الإدراج في الكتمة الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا من المية. طيب. يلا بسرعة. طيب. في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا أخوي على الصبح كده. يوه أنت أنت يا عم قوم قوم، انت هتنام لغايه العصر. يا بابا في ايه؟ في ايه؟ الساعه بقت واحده الظهر. طب وايه يعني يا بابا؟ يعني مش هيام امها عازميننا على الغدا؟ يوه الغي يا بابا الغي الغي. الغي ايه؟ ده انا ميت من جوع وما فطرتش الصبح. قوم قوم قوم. خلاص يا بابا. اي ما هو اي. يلا يا بابا انا جاهز. هتروح كده؟ ايوه بابا هروح كده، لو مش عاجبهم بيسيب بعض عادي جدا. يا ابني انا عارف انك كاري بس ما يصح. لا يا صح يا بابا، انت اللي دبستني في الجوازه دي، لو مش عاجبهم انا. طب تعال تعال خلاص روح كده، اهو الباب في وش الباب، بس حتى تص وشك بشويه ميه. بعماصي ولا لا يا بابا؟ بعماصك بعماصك. خلاص هم هيقولوا عليا انا يا معمص، هيقولوا لك انت. تعال تعال يا معمص تعال امشي. كله كويس. بتهيألي صوفيا كده شديدة اليوم. ماما اتجوزت بالكل بنت. طيب حاضر حاضر. ثانية واحدة ثانية واحدة. شاي مظبط؟ زي القمر يا حبيبتي. يا حبيبتي يا ماما أنا فرحانة فرحانة جدا. وأنا كمان حبيبتي. ربنا يسعدك يا رب. يا ماما مش وقته أيجوكي. يلا افتحي بقى على ما حدش يبقى. يا ماما يلا ثانية. يا مالك متوترة ليه بس؟ أنا اللي متوترة برضه. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. الاكل جاهز؟ جيتوا فقدوا. اتفضل خش. اهلا وسهلا. اتفضل. هشوف هيام وارجع على طول. يا ريت ما تتاخريش انت. مش عيب عيب. الناس يقولوا علينا ايه؟ ما يصحش يقولوا علينا مفاجيع. يا رب يقولوا مفاجيع علشان نفركش ونخلص. ده وقت الكفتة. على مهلك يا حبيبي. الولد اللي هيروح مني. ماتي يا حمايسي يمي. كفتة وحيد بحبها بس مش للدرجة دي. تلوش تلوش ده الموبايل الموبايل. الو الو الو. اي وحيد. هاي اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويس. انا عايزه اقول لك في حاجه غريبه جدا حصلت. انا لقيت الشنطه في عربيتي. بجد؟ لا انا رايحه النادي العب سكواش. سكواش؟ مش ممكن. ده ايه الصدفه الفظيعه دي؟ ده